عارف انت استعدت خليك كل واحد يعرف مكانه. القصة الخاصة بالإلكتروكيمستري. الإلكتروكيمستري يا شباب هي عبارة عن branch of the chemistry talking about the conversion between electric energy to chemical energy and vice versa. هنيجي ما نتكلم على أول حاجة، هنتكلم على نوعين، لإما إلكتروليتيك سيل لإما إلكترو جالفانيك سيل أو أقول جالفانيك سيل. بس الإلكترو كيمستري بتدخل في الفيزيكس؟ هو برانش من الفيزيكال كيمستري. بس عشان لو جالنا سؤال عن الجمل في الفيزيكس يعني الستويكومتري. الاول الكوندكتورز اللي عندك انت عارف قبل كده لما الكترونيك لما الكتروليتيك الالكترونيك كوندكتور is a conductor that allow the movement of electron through its cross section and conduct electricity through the movement of electrons. يعني بتسمح بمرور شحنات كهربية أو توصيل تيار كهربي نتيجة حركة الالكترونات خلالها. يبقى الالكترونيك it allow conducting أو conduct of electricity through movement of electrons. أما الإلكتروليتيك زي ما يكون عندي solution من H2SO4 and the adapted in it zinc pool and copper pool. فيبدأ ال H2SO4 ده by the effect of electricity change into positive ion of hydrogen and negative ion of the sulfate. This ion conduct electricity. يبقى هنا allow electrical conductivity through movement of ion. يعني ده بيختلف عن التاني ان ده بيبقى يعني ده بينقل على ده بيطلع كهرباء نتيجة حركة الايونات، لكن ده بيطلع او بيوصل كهرباء نتيجة حركة الالكترونات. الالكتروليتيك عنده هنا ions، عندك positive ions و negative ions. positive ions و negative ions في الوايرز تعمل ايه؟ difference في potential، تعمل powerful جهد، فبالتالي conduct electricity. طيب تعالى لي بقى حضرتك نتكلم negative 2 اللي هو SO4 اللي جت منين؟ لان انت لما بتيجي تكتب sulfuric acid ادي H و ادي SO4 ده دايا وده مونو، فكل تو اينز بتتشبع ب ده ب 1 من السلفيت والسلفيت هي نيجاتيف 2. طيب تعالوا بقى نتكلم على البروسيس. ما دام البروسيس دي بتتم يبقى لازم في الالكتروليتيك انا عامل السيمبل سيل اول خليه انت كامن حصلت منها على الالكتروليتيك. خلي بالكم ان الاكسيديشنز اللي بتحصل احنا هنتكلم على مين؟ شغال انا على الكتروليتيك كوندكتورز. فاجي اقول لحضرتك دلوقتي التفاعلات، هاخد اول حاجه الكترو كيميكال سيلز،
بيسموها الكتروليتك سيل. بتشتغل ازاي الالكتروليتك سيل دي؟ تشينج الكتريك انرجي تو كيميكال انرجي. بس لو في سؤال مش فاهمه ثرو نون سبونتينيوس أو reaction. Through the movement of ions. لكن هنا change the electric energy into chemical energy through إيه بقى؟ through non spontaneous reaction. تعالوا بقى نفهم الحتة دي جت إزاي. هنا مثلا non spontaneous. أول دلوقتي. تعالوا نشوف إزاي بقى. حضرتك اجيب سيل واحط فيها تو بولز سيميلر بولز واوصل بباتري سيميلر كربون قطبين من الكربون مثلا واحط هنا سولوشن اوف ان اي سيل ذا بول ذات كونكت وذ ذا نيجاتيف بول It's called the cathode. واحدة واحدة أنا ماشي معاك من أيام ما كنت في الإعدادية كنت عارف إن الكاثود هو النيجاتيف واللي يتوصل في البوزيتيف ده اسمه إيه؟ إلكتروليتيك سولوشن. إلكتروليتيك سولوشن ده يتقسم لما يمر الكهرباء ل Na بوزيتيف و Cl نيجاتيف. طيب ال Na بوزيتيف ده اسمه ايه و Cl نيجاتيف ده اسمه ايه؟ قال لك ال Na بوزيتيف اسمه كاتاين اما ده اسمه انايون. تعالوا نشوف NaCl يعني ايه اصلا مستر كاتاين هقول الصبر لو انا نهيت وانتم مش عارفين كل حاجه ابقوا اتكلموا. هعمل الكتروليسيس فيديني ان اي بوزيتيف ده كاتاين اللي هو البوزيتيف اين ويديني سي ال نيجاتيف اللي هي الانايون ده بوزيتيف اين ده نيجاتيف اين. البوزيتيف اين اسمه كاتاين والنيجاتيف اين اسمه انايون. ايه اللي بيحصل بقى؟ السيل بتاعتك دي بقت فيها بول متوصل بالبوزيتيف بول او بالنيجاتيف بول اسمه كاثود. واحد تاني متوصل بالبوزيتيف اسمه انود. خلي بالك الكاثود دايما طول عمره يحصل عنده ريدكشن. يعني ايه ريدكشن؟ يحصل عنده عمليه اختزال يعني جينينج الكترونز. اما الانود يحصل عنده اوكسيديشن. ازاي؟ ال Na ion بوزيتيف لما تمشي في السولوشن تروح ناحيه النيجاتيف فتروح ناحيه الكاثود تبدا تروح واخده الكترون وبعدين تتحول لاتوم من الصوديوم اكيوموليتد اد نيجاتيف ايون. يعني يبدا الصوديوم يترسب. بس يعني لو جبت في البيت ملح وحطيت فيها عملتها بالطريقه قطبين كربون يبدا يحصل عندك التفاعل ده. يبقى في صوديوم تحت. ما خلي بالك المايه اللي هتبقى موجود فيها هيكون فيها الكتروليتك ماتيريال فمش هيطلع صوديوم لوحده. ماشي؟ مش معنى كده ان انا ابدا اجمع الصوديوم واعمل له كريستاليزيشن. التكنيك اللي بيتجمع بيه الصوديوم اسمها سولفي بروسيس في الاندستري. لكن دي ابسط طريقه هيتكون لك ذرات صوديوم. طيب شوفها يعني ولا هتتجمع صغيره. ماشي؟ طيب والناحيه الثانيه يبدا الكلورين عليه نيجاتيف تشارج يحصل له اكسديشن. يعني ايه يحصل له اكسديشن؟ يعني لوز الكترون يتحول لسي ال بلس الكترون. وده بيبقى على صوره على صوره جاز يطلع كلورين جاز. خلي بالك التفاعل ده اسمه نون سبونتينيوس. ليه نون سبونتينيوس؟
because you obtain the source of electrical charge from external source. Non-spontaneous. يعني غير تلقائي as electrical current. Comes from external source. اللي هو مين؟ الباتري. يعني انت لو جبت الاثنين دول كده مع بعض وحطيت المحاليل دي في بعضها من غير ما توصل كهرباء ولا يحصل اي حاجة. طيب تعالى بقى حضرتك نشوف ايه الابليكيشن. خلي بالك التفاعل هنا اكسيديشن ريدكشن، يعني هنا حصل ريدكشن هنا حصل اكسيديشن. طب مثلا الكلورين ده بيطلع خليط غاز، يعني ده بيستخدم كان بي كولكتد يتجمع كلورين جاز، استخدمه في اي استخدامات لو كان ليه استخدامات صناعيه او كده. طيب هنتكلم على ابلكيشن اوف الكتروبليتنج. أو application of electrolytic cell. ما هو الالكتروبليتنج ده هو عبارة عن أحد الابليكيشن بتاع الالكتروليتيك سيل. الالكتروبليتنج لا extraction of the element from its ore. نفس ده مش من زمان دي. الالكتروبليتنج ده يجي ازاي حضرتك؟ انا مثلا عاوز اطلي جج. جج اللي هو عبارة عن ابريق. ادي الجاج اهو وحطيته في سولوشن. انا عاوز اطلب مين؟ انا عاوز اطلب الكبر. احط البار التاني كبر، يبقى هنا ده نيجاتيف. اللي انت عاوز تطليه بتوصله بالنيجاتيف بارت، واللي انا عاوز اعمل بي بينتنج بالبوزيتيف بارت. ده هنا كده كبر. مثلا لو حطيت هنا سلك نحاس هتطلي بيه. طب هو سهل ان انت تعملها في البيت. اللون بيتشال منه؟ سهل ان انت تعملها في البيت. لازم تطلع الكهربي. طلع الكهربي. طب هو اللون بيتشال منه؟ هقول لك الامر يمشي ازاي. حط هنا الكبر، محطوط في الكبر سلفيت، وهنا الجاج اللي انا عاوز اعمل بيه بينتنج. اللي انت عاوز تعمله بينتنج بتحطه في النيجاتيف بول. ايه اللي بيحصل بقى لما الكهربا بتعدي؟ يبدا يتحول ليه؟ بوزيتيف 2 كبر اينز بوزيتيف 2 وسلفيد نيجاتيف 2. طيب انت عندك مين؟ عندك كاثود وعندك انود. الكاثود يحصل عنده اوكسيديشن؟ لا، يحصل عنده ريدكشن. والانود يحصل عنده اوكسيديشن ازاي؟ السيو بوزيتيف 2 دي تيك 2 الكترونز من الكاثود تتحول لCU، يبدا يتكون طبقه من الكفر على الجج تتكون عليه. يعني ايه الاينز اللي موجوده في السولوشن؟ ما خلي بالكم الكفر سلفيت ده عامل ايه؟ CU بوزيتيف 2 وSO4 نيجاتيف 2. يبدا الكفر اينز دي تروح للكاثود تاخد الكترونز اكيوميليتد تتحول لكفر ميتال اكيوميليتد اوف اتس سيرفيس. طيب هي دلوقتي ثابت السولوشن فاضي، ما كانت اينز موجوده هنا ثابت السولوشن فاضي. نسيب احنا السولوشن بتاعنا فاضي؟ لا، يبدا نيو كبر اينز من الكبر رود ار انتر انسايد ذا سولوشن. سو ات ذا اند اوف ذس رياكشن وي ويل فايند ذات ذا انود ات ويل بي ايرودد. يعني ايه؟
تلاقي القطب بتاع الانود اتاكل. ليه؟ لان الكابر هيحصل اوكسيديشن CU positive 2 plus 2 electrodes. خلي بالكم العمليه دي كونتينيوس. يعني ايه كونتينيوس؟ طول ما انت موصل بالكهرباء ال2 الكترونز دول يتحركوا ويعملوا ريداكشن وهكذا بيتاكل. يعني مش موجود لو سبته كتير. بتعتمد بقى على ايه حضرتك؟ اولا الافشنسي هنا ديبند اون ذا بيوريتي اوف ذا كفر ار يوزد. الكفر اللي انت بتستخدمه النقاوه بتاعته قد ايه؟ ماشي. طب انت عايز تطلب الذهب، هتحط الذهب في محلول الذهب، يعني هتحط الجولد في الجولد كلورايد مثلا ان كان الكفر في الكفر سلفيت وهكذا. لازم كفر سلفيت، لازم احط سولوشن للماده اللي انا بطلب بيها، ودي اللي معمول بيها الاوكر النحاس اللي انت بتشوفها بتاعت الابواب والحاجات زي كده. المشكله بقى في ايه؟ انت عاوز تزود جوده by increasing the quantity of electricity the amount of precipitated substances increase. ده بتظهر بقى في حضراتكم في ايه؟ في الساعات والميداليات اللي حضراتكم ماسكينها في ايديكم. طبعا مش بنزل معلقه بعلقه ومش بنزل جج جج، انا بنزل ستوك كامل. يعني هنا ناحيه النيجاتيف ينزل ستوك كامل معالق شوكس ايا كان وتطلب الكهرباء. طيب الابلكيشن الثاني اللي هو اكستراكشن اوف ذا اليمنت فروم اتس اور. انا لغايه دلوقتي شغال على اساس ان ايه التكنيك؟ ايه الكتريك انرجي تشينج انتو كيميكال انرجي، بحول الكهرباء. هو اصل حاجه زي البلاستيك مثلا، عارفين ازاي؟ مش البلاستيك، خلي بالك انا بعمل ايه. اصل البلاستيك مش بيطلب معدن، طلع البلاستيك ما بيطليش بمعدن، اما المعادن بتطلب معادن. الساعات بتاعتنا كلها الكتروبليتنج، العربيات نفسها الكتروبليتنج اول ما تكون لسه جايه من المصنع. طب بتنزل في البتاعه باحواض كامله بينزلوها ماشي، وبيحصل لها حاجه اسمها جالفانيشن، جلفنه تتنكل. فعشان كده بعض مع عربيه بوجاتي مثلا لما بيعملوها دي بيعملوها تنكيل، العربيه بتتنكل ما بتدهنش بالدراع كده ماشي، بحيث ان انت عشان كده صاحبها لما بتخبط العربيه من دول لو اتخبطت خبطه صاحبها يقعد يولول جنبها. ليه يولول؟ ده موت. اه هيرجعها بيه تتعمل. طيب يعني الدال ده ما بيتشالش؟ ما بيتاثرش وما بيصديش، ما يتشالش طول ما العربيه ما اتخبطتش. انت عمرك شفت عربيه من العربيات اللي هي دي صدت حتى لو اتركنت؟ ليه؟ لان معمول لها حاجه اسمها جالفانيزيشن. الا لو اتحطت في عوامل رطوبه. يعني ايه عوامل رطوبه؟ يعني جت بعد فتره وحطيتها مع الكتروليتيك سولوشن عوامل رطوبه، حصل ان في اي الكتروليتيك ماتيريال كانت طايره في الهواء مثلا سلفوريك اسيد ولا ايا كان واتحطت عليها بعد فتره من الزمن. هكلمكم انا على نوديك بروتكشن والكاسوديك بروتكشن ده في اخر الباب مع انه مش عليكم يعني. طيب تعالوا بقى حضراتكم اتكلم على extract of the element from its ore. هستخلص الالومينال كابليكيشن. المحاضره اللي انا بقولها دي معاك لغايه سنه ثالثه، يعني ممكن تسمعها في سنه ثانيه وتسمعها كمان في سنه ثالثه، لاني انا دلوقتي انا بعتبر نفسي ان انا ما بشرحش الاولى، انا بشتغل دلوقتي كاني شغال ثالثه. طيب تعالوا بقى نتكلم على extract of the element from its ore. هطلع الالومينال من الكونتينر اللي بعمل بيه اكستراكشن الالومنيوم فروم اتس اور. شكله عامل كده. ايرن كونتينر في كيرفين كده، طيب ده بيكون ميد اب اوف ايرن، ده معمول من ايرن وده النيجاتيف بول. طب البوزيتيف بول ار جرافايت رود اقطاب من الجرافيت. طب وايه لازمه البتاع اللي متعلقه في الهواء؟ لا دي مش متعلقه، ده سلك ماشي. ده كونتينر كامل. الحته دي مقفوله؟ لا دي مقفوله لان دي اخرها كده مصوره كده. مش فاهم يعني الحته دي الفاضيه دي مقفوله؟ امال اللي حضرتك معمول فيها فتحه كونتينر. اما يكون عندك كونتينر وعامل فيه فتحه. ماشي. طب هو الفتحه دي معموله ليه؟ هقول لك دلوقتي. ده جرافايت رود. ايه جرافايت رود؟ دي اقطاب من الجرافيت.
ودي بتكون البوست بول. ايه اللي بتحط هنا؟ بتحط هنا الاور بتاعي. تعالوا نشوف الاور، الخامه بتاعتي. الاور دي بتكون البوكسايت، الومينوم اوكسايد. بعد كده الفليس بار. الفليس بار مش الفليدس بار. الفليدس بار هو عباره عن ميتال موجود في الروكس في السيمنت، لكن ده اسمه فليس بار. ومحطوط مين رقم 3؟ حاجه اسمها كيريولايت. كل الاسماء دي لازم نحفظها تعرفها. طيب الكيريولايت ده عباره عن ايه؟ دور هو عباره عن فلاكس ماتيريال. يعني ايه فلاكس ماتيريال؟ ماده صهاره. بتخلي المفروض ان البوكسايت يحصل له ميلتنج ات 2045 ديجري سيليزيوس. ده بيخلي درجه الحراره اللازمه للميلتنج اوف ذا بوكسايت 950 ديجري سيليزيوس، 950 درجه بس، فبتوفر في الصناعه جامد. طيب حضرتك الجزء اللي تحت ده ايه اللي بيتكون فيه؟ كده المولتن الومينوم، الالومنيوم المنصهر بيبدا ايه ينزل. طب يا مستر هم دول مفتوحين على بعض؟ اقول لحضرتك لا، لان في الاخر خالص كل ما المولتن ده او الاور بتاعتي يحصل لها كلها ميلتين بتتحول لالومنيوم. تعال نشوف المعادلات اللي بتحصل. ادي الالومنيوم اوكسايد بعد الالكتروليسيس تتحول ل 2Al بوزيتيف بلس 3O نيجاتيف 2. اروح لمين؟ اروح للكاثود، اطلع للانود. الكاثود يحصل عنده ريدكشن. ريدكشن لمين؟ للالومنيوم، فيتحول ال 2Al بوزيتيف ده 2Al بوزيتيف 3. ياخد كام الكترون عشان يبقى الومنيوم؟ 6 الكترونز. يديني 2Al سوليد، الومنيوم سوليد يحصل ينزل. طيب تعالى لي بقى الناحيه الثانيه، 3O نيجاتيف 2 ده يتحول ايه؟ يحصل له اوكسيديشن، فيتحول 3 اوفر 2 O2. 3 اوفر 2 O2 يعني ايه 3 اوفر 2؟ يعني 1.5 O2 يعني 3 اوكسجين اتومز. بصوا بقى معايا، 3 ملتبلاي نيجاتيف 2 يعني 6 الكترونز. ال 6 الكترون دول يروحوا الناحيه الثانيه يعملوا ريدكشن وهكذا، كونتينيوس بروسس. حضرتك في نهايه التفاعل ده هلاقي الجرافايت روت ار ايرودد. ايه؟ اشمعنى؟ قال لك اصل هيطلع 3 اوفر 2 او 2 دي تتفاعل مع الكربون. جيفنج تو اس كربون تتفاعل مع 2 من الكربون، تديني كربون ديكسايد وكربون مونوكسايد. فيحصل دخان في الاخر. وعشان كده اي مصنع الومنيوم لازم يكون ليه، مدخنه عشان تطلع الدخان، وتلاقي الدخان الاسود طالع منه. ده الابلكيشنز على الالكترو بليتنج بروسيس. القوانين اللي بتحكمها حاجه اسمها فارادز لو. فارادز لو ده بيقول لك ايه؟ As the quantity of electrical charge increase, the quantity of precipitated substance over the cathode is increased. في النهايه ال decrease in the mass of the cathode بالنسبة للإلكتروليتيك سيل، decrease in the mass of the cathode equal increase أو decrease of the mass of the anode equal the increase in mass of the cathode. أكتب بالنسبة لدي decrease in mass of anode equal increase in mass of cathode. اوكي تعالوا بقى نتكلم على الجلبانيك سيل. طبعا اول ما اتكلمت حصل لبعض الناس فيكم تربنه، هو مش الانود هو النيجاتيف، عشان انتوا قريتوها قبل كده اهو. تعالوا بقى نشوف بقى، نرجع للعكسه. انت دلوقتي لغايه دلوقتي انا معاك ان الانود بوزيتيف
والكاسوت نيجاتيف. تعالوا بقى نتكلم عن الحته بتاعه الجالفانيك سيل. كان في زمان ساينتست اسمه جالفاني. الضفدعة لما تتحط على طبق التشريح بيبقى شكلها عامل زي النجمة. ليه؟ الضفدعة لما تتحط على طبق التشريح بيبقى شكلها عامل زي النجمة. بحط هنا مسمار عشان ادبس بيه، ومسمار هنا، ومسمار هنا، ومسمار هنا على طبق التشريح. طبعا بتبقى نايمة على ظهرها ونبقى فردي رجلها بالمنظر ده. بتجيب المشرط في السنة أولى لازم تاخد تشريح وهي صاحية. بتعملها ازاي؟ تمسك المشرط وتروح فاتح كده، يعني بتعمل خط في الوسط هنا في وسط الرأس؟ وتبصل وتعمل خط يمين وتعمل خط شمال وتنزل خلاص، وتعمل خط يمين وخط شمال بالمشرط. حضرتك بقى ممكن تمسك في اللحظه دي، شايف دي كده الغشاء ده كانه كده بقى مفتوح، بتروح فاتحه وتتفرج وكده تتفرج وتبدا تشوف وتفتح من فوق من هنا نفس القصه وكده. مش مشكلتنا هنتفرج على العالم اللي جوه اللي هو ده جيسب سيستم ريسبيراتوري سيستم وهكذا. جلبادي بقى هو كان شغال، فجاه لا الرجل بتاعه الضفدعه اترعشت. ايه اللي خلى رجل الضفدعه اترعشت؟ المشرط اللي هو كان ماسكه من ميتال ولا يكون مثلا الايرن او الستانلس ستيل، وهنا الدبابيس كانت معموله من الكبر، وهنا جوه الكتروليتيك سولوشن تو ديفرنت بول مع الكتروليتيك سولوشن بالنسبه لجسم الضفدعه، المحلول اللي جوه جسم الضفدعه الليكويد. حضرتك مش هو شغال بالمشرط وجسم الضفدعه ده جواها ليكويد؟ الليكويد دي الكتروليتيك سولوشن، محاليل ملحيه حبيبي. انت مش ماشي جوه جسمك، اللي ماشي جوه جسمك ده ايه؟ دم. لا الدم ده فيه ايه؟ مينرال سولتس، املاح معدنيه. يعني انا لو طلعت الدم بتاعك وعملت حركه دي هوصل كهرباء لان في مينرال سولتس. طيب ان شاء الله مش انا فاكر لو خلوا كهرباء من الانسان يولد المدينه كامله. مش يعني مش كلام، يعني ما اقدرش اقتنع بالكلام ان احنا فور ذا كبر ان كبر سلفيت. And the second one are zinc inside zinc sulfate. If we put the galvanometer, we'll find the pointer are deflected by due to the production of the electrical charge. بصوا بقى معايا في الحته دي. كنت دايما اتكلم اقول ان الكاثود هو النيجاتيف والانود هو البوزيتيف. تاني لما انا كنت زمان بقول ان الكاثود هو عباره عن النيجاتيف والانود هو البوزيتيف، هنا اللي هيحصل بقى الانود it will be the negative. اشمعنى؟ الحته دي هو الهاف بول اوف اوكسيديشن وده الهاف بول اوف ريدكشن. الانود هنا بيبقى النيجاتيف بول، هقول ليه؟ اما الكاثود فبيكون هو البوزيتيف بول. كاثود. عليكم السلام عليكم. محمد احمد اسمه محمد احمد. الزنك سلفيت يتحول لزنك بوزيتيف 2 بلس SO4 نيجاتيف 2. ايه اللي حصل هنا؟ Zn change into Zn بوزيتيف 2 بلس 2 electrons. فده بقى عشان حصل له اوكسيديشن it will be the source of electrons، بقى مصدر الشحنات الكهربائيه، فبدات الشحنات الكهربائيه تمشي كده اهو. فعشان الانود اوكسيدايزد اند بريديوس الكترون سو ات ويل بي كولد ذا نيجاتيف بول ان جالفانيك سيل. تاني في الجالفانيك سيل الانود هو النيجاتيف بول. اشمعنى؟
زد زد ان سولفور اتحول زد ان بوزيتيف 2. خلينا هنا زد ان بقت زد ان بوزيتيف 2 بلس 2 الكترونز. فبدا يطلع منه الكترونز. الالكترونز دي موف ان ذا واير, وعشان كده الانود بيكون هو ايه مثلا هو ايه احسن موصل للكهرباء اللي هو النحاس صح؟ يس. طب والحراره؟ النحاس برضه هو الحراره عشان الالكتريك ريزيستنس او الريزيستنس بتاعته ار ويك. اوكي ده دايمس محمد تاني. دي كابر هيحصل له هنا ايه, هو عند الكاثود فيحصل له ريداكشن. يعني الكابر اينز تيكينج تو الكترونز تشينج ان تو سي يو. طيب البروسيس دي كونتينوسلي تيل ذا جالفانومتر ات ويل بي ايكوال زيرو. الريدنج بتاعت الجالفانومتر هتبقى بكام؟ بزيرو. في اللحظه دي ايه اللي يحصل بقى لما الجالفانومتر الديفايس ذات ميجرنج ذا الكتريسيتي. طب حضرتك المثال اللي قبله بتاع الالومنيوم, حضرتك قلت هنحط بار من حاجه بتاع الالومنيوم. يعني ايه بار من ايه؟ مش بتاع الالومنيوم, حضرتك قلت هتحط مثلا جالفانومتر. وي ار جوينج تو كومبير بتوين جالفانيك والكتروليتيك. الجالفانيك سيل هي عباره عن سيلز ورك تو تشينج دي كيميكال انرجي تو الكتريك. اما الالكتروليتيك العكس, تحول الكتريك انرجي تو كيميكال. تايب اوف ريأكشن في الجالفانيك هو ريدوكس بس سبونتينيوس. اشمعنى سبونتينيوس؟ بروديوسينج الكتريستي. لا الثانية استنتينيوس هو اللي لاحظ ماشي. اما سبونتينيوس يعني تلقائي ماشي. سبونتينيوس ليه؟ لانه بروديوسينج الكتريسيتي. اما الالكتروليتيك ريدوكس برضو نون سبونتينيوس. اشمعنى؟ الكتريسيتي فروم external source. anode cathode. الانode والcathode ده دايما في الانode يحصل عنده oxidation والcathode يحصل عنده reduction. بس خلي بالك الانode في الجالفانيك سيل بيكون هو النيجاتيف بول والكاثود بيكون هو البوزيتيف بول. اما في الالكتروليتيك الانود هو البوزيتيف والكاثود هو النيجاتيف. اشمعنى الانود هنا نيجاتيف؟ لانه بيحصل عنده اوكسيديشن فبيبقى سورس اوف الكتريكال تشارج, بيدي للخليه بتاعتي الكتريكال ايه تشارج. طيب عندك انواع معينه بتولد الخلايا بالنسبه للجالفانيك سيل بتولد كهرباء. قال لك اه في different cells generating electricity. مين هم؟ عندك الجالفانيك سيل نوعين, maybe secondary and primary. يعني الخليه بتاعتك لربما تكون يا اما خليه اوليه يا اما خليه ثانويه اللي انت ماسكها بايديك ماشي. طيب البرايمري سيلز كانت بي تشارجد. دي زي مين؟ ميركوري سيل
والهيدروجين فيول سيل. طب والسكندري؟ السكندري زي الليد او الليد اسيد باتري اللي بيسموها الكار باتري، او الليثيوم كادميوم باتري اللي هي الموبايل باتري. دي كان بي تشارجد، كان بي تشارجد يعني السكندري كان بي تشارجد. اه مش هخش معاك في الاستراكشر بتاع السكندري عشان ده مش عليك غير في سنه ثالثه، لكن انا اقدر اقول ايه بقى اللي احنا هنشتغل عليه في المره الجايه، البالانسنج اوف ريدوكس رياكشنز. البالانسنج اوف ريدوكس ماشي، هنتكلم على البالانسنج اوف ذا ريدوكس رياكشن. تعالوا بقى نبدا نشتغل دلوقتي، نبدا نشتغل.